سنة 2009 غيرت بورش مفهوم سيارات سيدان الفخمة والرياضية والمزودة بجسم من 4 أبواب من خلال إطلاقة باناميرا يلي بتعود جذورها لمرحلة الثمانينات وتحديداً لل 989 كونسبت. وشكلت باناميرا خطوة جريئة من إنتاج الشركة الألمانية المتخصصة بإنتاج السيارات الرياضية بامتياز، ما بتقل أهمية عن خطوة إطلاق كيان باعتبار أنه هالفئات خرجت من التقاليد الكلاسيكية لتصنيع سيارات بورش وجذبت مجموعات جديدة من المستهلكين لصالة عرضها. وبعد نجاح الجيل الأول من باناميرا بالأسواق مع بيع أكثر من 150 ألف نسخة على مدى حوالي 7 سنوات، أطلقت بورش الجيل الثاني يلي خضع لتحسينات كبيرة، علماً أنه عمليات الإنتاج عم بتتم بمصنع لايبزيك يلي استفاد بدوره من تحسينات كبيرة لإنجاز هالمهمة على أكمل وجه مثل ما بيقولوا. الطول العام للجيل الثاني من باناميرا زاد بمقدار 35 مليمتر مقارنة بطول الجيل الأول، بينما زاد العرض والارتفاع بشكل كتير طفيف وتحديداً بمقدار 5 مليمترات بس. وبالرغم من زيادة ارتفاعه بشكل محدود، بيوحي الجيل الثاني من باناميرا أنه أقل ارتفاعاً من الجيل الأول نتيجة خفض القسم الخلفي للمقصورة بمقدار 20 مليمتر بالتزامن مع دفع الإطارات الأمامية باتجاه زوايا جسم هالبورش الكبيرة. والتغيير الأبرز على مستوى التصميم تمثل بالتخلص من الجزء الخلفي يلي كان كتير عريض وتقيل لصالح شكل رياضي أكتر من السابق، وخطوط سلسة وانسيابية بعيدة عن انطباع هاتشباك يلي كان موجود نوعا ما بالجيل الأول. ومنبقى من الجهة الخلفية يلي صارت مرتبطة بالشكل بنسبة أكبر مع الـ 911 من خلال مصابيح الإضاءة LED الكبيرة وكمان من خلال التموجات الخلفية. وهالتغييرات التصميمية لعبت دور كبير بمنح باناميرا شكل رياضي معزز بليق أكتر بالفئة جي تي. وطالت أعمال التطوير التصميمية فتحات الهواء والخطوط الجانبية مع بروز الإطارات الكبيرة قياس 19 و20 إنش وحتى 21 إنش بحال الرغبة. وبتتميز باناميرا 4S عن باناميرا توربو على مستوى شكل مخارج الإكزوست يلي هي دائرية بالفئة 4S وشبه منحرفة بالفئة توربو. بالانتقال للمقصورة يلي استفادت من زيادة طول قاعدة الإطارات بمقدار 30 مليمتر بشكل انعكس إيجابياً على المساحات المتوفرة للركاب وعلى شعور الراحة. الأبرز كان تغيير لوحة القيادة مع اعتماد شاشات عرض متطورة بتشتغل باللمس بدلاً من مجموعة أزرار التحكم التقليدية السابقة، وهالشي انعكس إيجابياً على سهولة تشغيل التجهيزات وعلى عملية استخدامها بشكل عام. إشارة أن الشاشة الوسطية الكبيرة بيبلغ قياسها 12.3 إنش، ومن بين العروض يلي بتوفرها خرائط ملونة ودقيقة للنافيجيتر يلي بيتلقى معلوماته الدقيقة من الأقمار الصناعية. ومن ضمن المميزات ساعة توقيت بأعلى الكونسول الوسطي بتذكر بطراز العام 1955 من بورش 356A. وكان لافت كمان تطوير نظام التحكم الصوتي بوظائف تشغيل التجهيزات الموضوعة بتصرف السائق والركاب واعتماد نظام بورش كونكت وكمان كار بلاي من أبل وجهاز موسيقي بنقاوة بس ممتازة من تطوير بير ماستر. وعلى المستوى الميكانيكي اشتغلت فرق عمل بورش على تطوير المحركات يلي بتستفيد من شحن توربو ومن أنظمة إلكترونية كتير حديثة، وصار محرك V6 ساعة 2.9 لترات المتوفر بباناميرا S بقوة 440 حصان، بينما صار محرك V8 ساعة 4 لترات المتوفر بباناميرا توربو بيولد 550 حصان. وبتبرز الترانسميشن الأوتوماتيكية من 8 نسب أمامية ونظام الدفع بالإطارات الأربعة بظل تحكم إلكتروني متطور بيوفر على السائق كتير من المهمات خلال القيادة الديناميكية. ومن ضمن التجهيزات المميزة بورش انتليجنت بيرفورمانس ليلي بهمهم يوفروا بنزين باعتبار انه نظام أداء بورش الذكي بيأمن أقوى أداء بأقل نسبة ممكنة من البنزين. وما في شك انه مع وضعيات القيادة المختلفة الموضوعة بتصرف السائق بيتحول الأداء بلمسة زر من عادي لرياضي وكمان لرياضي معزز أو سبورت بلاس.
وفي حال حب السايق أنه يتحكم كلياً بحركة القيادة من دون مساعدة إلكترونية. الخيار الرابع باسم individual بيحقق له الأمنية. والأداء الديناميكي لبورش باناميرا بجيل الثاني مدعوم بكتير من التجهيزات والأنظمة المتطورة، مثل السسبنشن يلي بتشتغل بضغط الهواء مع تحكم إلكتروني ببدل الأساوي ومدى امتصاص الاهتزازات ضمن برمجة كتير دقيقة تاخد بعين الاعتبار ضرورات التوازن العام ومتطلبات الراحة داخل المقصورة. وإضافة لأنظمة التحكم بالثبات وبالتماسك ومنع الانزلاق وأنظمة منع انغلاق المكابح والتوزيع الإلكتروني لضغط الكبح، تستفيد باناميرا الجديدة من نظام رؤية ليلية إضافي. ومن بين الخيارات كمان نظام تثبيت للسرعة بيتأقلم أوتوماتيكياً مع حركة السير. والأرقام المسجلة على الطريق تحكي عن حالة بالنسبة للأداء، باعتبار أنه باناميرا 4S تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة خلال 4.4 ثواني مقابل 3.8 ثواني بس للفئة توربو يلي بتبلغ سرعتها القصوى 306 كيلومتر بالساعة مقابل 289 كيلومتر بالساعة للفئة الأقل قوة. وهالشي بيترافق مع معدل استهلاك للبنزين بيتراوح بين 8 و9 لترات لكل 100 كيلومتر حسب الفئة. وبالنهاية فينا نقول انه بورش باناميرا 2017 صارت افضل من الجيل الاول بكتير من النواحي، واهم مواصفات الجيل الثاني الجديد انه بيجمع بين الفخامة والطرف والراحة يلي بيليقوا بسدان مترفي والشكل الرياضي والاداء الديناميكي يلي بيليقوا باهم سوبر كارز. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.